السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف ازاي نوصل حاجة 2D، لا اما بي دي اف لا اما دي دبليو اف. هقول له ابند واختار الملف الدي دبليو اف، وده ساعات بيبقى فيه كذا ملف مش ملف واحد. هتيجي هنا في الشيت براوزر هتلاقيه حاطط اكتر من ملف، تقدر تفتح واحد فيهم وتقدر تقول له ابند لو انت عايزه يظهر معاك هنا، تقدر تعمل له بريبير اول شيت موديل. طيب دلوقتي انا عايز اجهز الحصر، هقول له بروجكت سيت اب واختار الحاجة اللي أنا عايز أشتغل عليها، الكتالوج اللي أنا هشتغل عليه، وأقول له أشتغل بالمتريك، فبيبدأ يحط لي الملفات بالشكل دوت. فدلوقتي هنشوف مثلا عايزين نحصل ايه، ده مثلا الفاونديشن، ده الشيل، ده الروفينج، ده الاكستيريور. ولكم مثلا عايز احصر لنا الاكستيرير دوت او الاكستيريور وول، فانا عايز احصر، فبلاقي هنا ادوات تساعدنا على الحصر. ولكم مثلا هعمل بول لاين من هنا لهنا لهنا لهنا، مثلا لحد هنا اروح ده رايت كليك، فيبدا يظهر لي الايتم هوت، ويبدا يظهر لي التول بتاعه اللينس والسكنس وكل العناصر اللي المفروض تظهر معايا. طيب لو انا مثلا عايز احصر الدور، فالدور هيتحسر عن طريق العدد بتاعه، فاقول له كاونت وابدا احسب، فتلاقي ان هو ضاف لي العناصر وضاف لي عددهم وهكذا، يقول لي ان دي في عندي 5 انواع من الدور دوت. ده لو انا حاجته دي ومش خارجه من البيم، فبتاخد وقت في موضوع الحصر. لو انت عايز تحصر اريا، اي حاجه فيها اريا مثلا، هتقول له هنا انا عايز احصر الاريا، وتبدا تحدد مساحه الاريا بتاعتك. تدوس على كليك يروح جايب لك الاريا قد ايه بالظبط. فده يفيدني ان انا احصر اي حاجه 2D احب احصرها، وتقدر تلغي لو انت في حاجه حصلتها بالغلط.